مستعجلين بقى النهاردة قوي، ورانا مشوار مهم جدا. عيد ميلادها اللي فات الدنيا معايا ما كانتش احسن حاجة، وده طبعا كان اول عيد ميلاد ليها معايا، فما جبتلهاش وقتها حاجة تليق بيها، بس كنت حاطط في دماغي ان لازم هعوضها وهو جه اليوم. المهم بقى دخلنا محل المجوهرات وادور في المحل كله على حاجة تيجي على قديها، ولا لقيت اي حاجة ابدا. الراجل كان هيتجنن يقول لي ده اصغر مقاس، مفيش اصغر من كده. فين وفين بقى لما لقينا اسورتين قمر كده جم على مقاسها. الصراحة انا عجبتني التانية اللي بلبسها لها دلوقتي دي، وامها عجبتها الاولانية، بس طبعا في الاول وفي الاخر الرأي للهانم وهي اللي هتختار، وذوقها طلع زي ابوها واختارت اللي انا اخترتها. وما تقوليش ان انت خدت بالك ان انا بدلت دي مكان دي. خلصنا بقى وكانت فرهدت وجعت وعايزه تاكل، وطلعنا على ماك قلت اجيب لها هابي ميل سندوتش صغير كده قدها، ووقفت كمان تختار اللعبه الهديه بنفسها، واختارت اصعب لعبه فيهم لدرجه انها نفسي ما كنتش فاهم اصلا هي ايه دي. المهم بقى ان جه معدي الوقت الفقره المحببه لقلبها، تحب قوي اخبط لها الاكل كده قبل ما تاكل، بتموت ضحك. كمان السندوتش عجبها قوي، تقييمه معاها كان 10 من 10، ومع انها بقى بتحب الايس كريم جدا فقلت اجيب لها صندية، بس للاسف ما عجبهاش خالص. خدت منه معلقه واحده جربت وما رديتش تاخد الثانيه ابدا، تقول لي لا لا يا عم هات لي من الايس كريم التاني اللي انا عارفاه وبحبه. خلاص كده خلصنا، تقول لكم باي باي، انا بحبكم كتير.